صباح الفل والقمر عليكم يا احلى مشاهدين في الدنيا. في نهايه السنه عايزين نودع اي حاجه وحشه مرينا بيها ونتعلم من اخطائنا، ما نكررهاش، نبتدي سنه حلوه كده زيكم. معلش صوتي رايح شويه، استحملوني بقى. النهارده معانا ميك اب ارتست شيماء رجب، هتقول لنا ازاي نعمل ميك اب سريع في 10 دقايق للمناسبات. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. عايزينك بقى تورينا على الموديل الجميله، ازاي كان اسمها، توري لنا ازاي هتعملي الميك اب في 10 دقايق للمناسبات. تمام، معاكوا بقى، خدوا راحتكوا. اول حاجه هنحط برايمر، بنكون مرطبين البشره كويس. انا مش هستخدم فرش النهارده خالص. من غير فرش يعني؟ هي هتعمله من غير اي فرش خالص. الكاميرا جايبه نسمه. معلش يا ياسمين اتلخبطت في اسمك. انتي كده بتحطي البرايمر قبل الميك اب؟ لازم تحطي برايمر يعني؟ اكيد لازم طبعا. في ميك اب ارتست ما بيحطوش البرايمر. ده كونتور؟ لا ده فاونديشن. فاونديشن ماليش في الميك اب يا جماعه، معلش. لازم نحط الفاونديشن في شكل سيركل عشان خاطر يقدر يدخل جوه المسامات، ما يبقاش يعني، عشان لو انا ما عملتش كده البشره هتشربه، فالمسام بعد كده هتبان معايا. سيركل اللي هو كده يعني؟ شكل سيركل. دواير. لازم اعمل كده. تمام. هستخدم بس البيوتي بلندر معايا. بنستخدمها بطريقه الطبطبه. لما نيجي نحط الفاونديشن ما نقربش قوي من العين، لان انا لو قربت قوي من العين هتلاقي العين صغرت معايا جدا، فنبعد عن العين. دي نبعد عن العين شويه. اتاري انا بقول عيني بتصغر ليه، بجيب الفاونديشن هنا؟ لا غلط، هو المفروض ان احنا نبعد شويه، ناخد مسافه شويه عشان خاطر بس العين ما تضيقش. استفدت منك فعلا. وبعد الفاونديشن هتعملي هنحط الكونسيلر من بعيد. كده نغمض عينيك، ونحط برضو حاجة بسيطة فوق العين. وما يكونش اللون فاتح قوي، عشان لما اجي احط الاي شادو ما يبقاش يغير لي اللون بتاعه. يعني كل ما فتح اكتر ممكن يغير لون الاي شادو. طبعا. طبطبة برضو، بصي فوق. هاخد عندك كورس بعد الحلقه. حبيبتي برضو بطريقه الطبطبه، عشان في بنات بتمسح مسح وده غلط. لازم طبطبه كده بالراحه عشان يتظبط. اهم حاجه ان احنا نعمل بلاندنج كويس. لازم ندمجه كويس. يعني طبعا. غمض عينيك. هنعمل كونتور بسيط خالص. كونتور بشكل سيركل برضو ولا؟ لا عادي يعني. برضو طريقة الطبطبة. هنعمل شوية برضو عند الخد. وبعدين هتحطي ايه بعد كده؟ هنثبت. بس قبل ما اثبت برضو هعيد تاني بالبيوتي بلندر، عشان بيبقى فيه لاينز كده تحت العين، لازم اضيعها الاول عشان ما يكلكعش معايا.
وبتبقى يعني عشان ما يبقاش فيه خطوط تحت العين. بصي لفوق، نضيع اللاينز دي الاول. يبقى انتوا تضيعوا اللاينز. بصوا، عشان بنلاقي بتعمل حاجات خطوط تحت العين وكده، دي معلومة جديدة برضه، انا ما كنتش اعرف، انا شكلي ما كنتش اعرف اي حاجة. بصي لفوق برضو، يعني مع حركة العين بتعمل لاينز فوق وتحت، نفس اللي عملناه تحت هنعمله فوق. نبتدي نحط الاي شادو. بس لحظة، تمام. غمض عينك. اول حاجة احط لون انتقالي على الجفن الثابت. طب هو كده خلاص فاضل الروج وال يعني والاي حاجات شادو، بسيطة. يعني احنا كده عملنا ميك اب في 10 دقايق. تمام. لا برافو، سريعة يعني. وعايزة اقولك ان الدمج بالايد في الاي شادو حلو قوي من وسهل غير اي جدا. فرش يعني، موضوع بسيط. مش كمان مناسبات بس، يعني مثلا واحدة نازلة الشغل مستعجلة، واحدة نازلة طبعا الكلية عايزة تعمل في 10 دقايق لو انا بسرعة عايزة كده. احول اللوك ده لمناسبات ممكن احط جليتر فوق العين، يبقى انا كده حولته ان هو ينفع للمناسبات. تمام. اهم حاجة ان انا ادمج كويس فوق العين عشان ما يكلكعش. بصي لفوق كمان، هحط من تحت. في بنات حلوة الحركة دي، في بنات بتشتكي من ان الكحل بيسيح دايما، فده بيخليه ما يسحش. فلما احط اي لون اي شادو تحت العين هيثبت لي الكحل اكتر، بيثبت الكحل اكتر. يعني ما ينزلش تحت العين، طب يفضل حلو ده. ثابت. حلو قوي، تسلم ايدك. حط بس جليتر بسيط هنا. هي ما شاء الله جميلة. نحط البلاشر كده احنا فضلنا البلاشر يعني والروج حاجات بس، بسيطة. صح؟ لون ايه بقى البلاشر ده؟ هو يعني على روز شوية. حلو ده، لون اللبس اللي هي لابساه. اهم حاجة ان انا اكون ايدي خفيفة على البشرة عشان ما امسحش كل اللي انا عملته ده. يعني ما مش جامد كده، بالراحة بالراحة كده، واحدة تبقى واحدة. ايدي. تمام. هحط بقى هايلايتر. ممكن احط هنا حاجة بسيطة جليتر ده؟ هايلايتر. لا، في ده جليتر ولا؟ لا، ده هايلايتر وش. ثانية، هنحط بقى الماسكارا. احنا خلصنا في وقت قياسي على فكرة. بصي لفوق، الماسكارا لازم اعملها بالطريقة دي، ما اعملش كده. هذه الغلطة اللي بنقع فيها بقى، اللي هو بالطريقة المفروض دي لفوق كده، يعني المفروض ان انا بوصل يمين تحت. شمال واطلع لفوق، يمين شمال واطلع لفوق. بصي لفوق، احنا خلاص قربنا نخلص، صح؟ المشاهدين ما يقولوش بيضحكوا علينا اهو يا جماعة، الميك اب 10 دقايق. هنحط الروج بس دلوقتي. تمام، احنا كده خلصنا يعني.
حلو قوي، حلو قوي بجد. حبيبتي لا ولون الروز هادي كده. بصي الكاميرا اخر حاجه بقى الايلاينر والكحل خلاص. ماضي خلي بالكوا بقى من الايلاينر عشان في ناس كتير قوي مش بتعرف ترسم الايلاينر. هو صعب شويه. هو محتاج ثبات، ثبات انفعالي. فتح حاجه بسيطه قوي، خليكي مغمضه. ايش اسوي؟ هو فاضل بس ان انا احط الكحل، بس انا مستنيه الايلاينر بس ينشف. تمام ما شاء الله، هو حلو قوي كده، والميك اب بسيط، والوقت حلو جدا لاي حد عايز ينزل مستعجل على شغله، وكمان مستعجل على شغله ورايحه الكليه. الميك اب ده هادي وبسيط وفي وقت حلو جدا يعني. وكمان لو في مشكله ان مثلا فرشه ضايعه او حاجه اقدر ان انا استخدم ايدي. دي حاجه حلوه يعني برضو، مش لو شرط الفرش فرشه ضايعه يعني. ممكن نشتغل بايدنا يعني، دي حاجه برضو جميله. طلع الميك اب زي ما انتم شايفين كده سيمبل خالص، جميل، وهي دي عايزه احوله للمناسبات، احط جليتر فوق العين تمام كده. حلو قوي، حلو قوي. حالتي بسطت ان احنا شفناك النهارده. حالتي تسلمي. هنطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم تاني مشاهدينا الامارات. النهارده بقى الفقره دي هنبتدي في ميك اب من غير رموش مع نسمة محمد في 10 دقايق. شوف بقى هتعمل ميك اب في 10 دقايق ازاي. ازيك يا نسمة؟ الله يخليكي. تمام. معانا نور موديل. هنبتدي دلوقتي؟ ان شاء الله. يلا بينا. اوكي. وانا اول حاجه ببتدي بيها طبعا البشره بتبقى مترطبه الاول. كويس. وبعدين ببتدي بقى جاهزه فونديشن. اشيل على القصه عشان تعرف. احنا عايزين حاجه يعني طبقه خفيفه قوي، مش عايزين نشتغل على فونديشن تقيل عشان الميك اب هادي الصبح. الكليه والجامعه والشغل. حلو. فاحنا هنشتغل بالمسكرة بدل بدل الرموش، لان طبعا اكيد مش هتحط ليش الزاويه نازله الصبح. الصبح بالظبط كده. عينيك دي ولا عدسات لاصقة؟ هندمج كويس، اهم حاجة عشان هو في ناس مش بتدمج كويس يا جماعة، فبترجع بعد كده تقول الميك اب بيكلك عليه عشان انت مش بتدمجي الميك اب كويس. بالظبط. لازم ندخله كده في البشره كويس، نثبته. حلو. يعني بحاول ان انا حلو الفرشه دي. عندي واحده زيها بس اصغر شويه. اي حاجه مش اي حاجه نخلص بيها. اهم حاجه تبقى ناعمه صح؟ ناعمه عشان تعرف بس ايه تبقى يعني كويسه على البشره ما تجيش. تمام. احنا كده بقى كملي. تمام. بعد كده هنثبت الفونديشن في باودر برضو يعني خفيف، نحاول برضو ايه ما نقفرش قوي، ما نتقلش. عشان احنا يبقى سيمبل كده بسيط، حاجه سيمبل خالص. بالظبط. وتدفي بس الفونديشن تثبت معايا لاطول وقت. الباودر بيثبت الفاونديشن. بالظبط كده. بعد كده هنبتدي نسرح الحواجب، نشطها برضو كده خفيف. لو فيها اي فراغات هنحاول ان احنا طبعا هو في الوان للصيف، الوان للشتاء. طبعا.
هو بس ال ايه بقى البيزك البيزك الاساسي للفوند للشادو هو طبعا ال البراون بنيات وال براون ده تريندنج اصلا ودي هاديه للصبح فبحيث ان احنا متبقاش في حاجه اوفر يعني. هنبتدي ده صيف وشتا يعني البراون ده ولا الصيف في الوان تانية كده نزلت جديدة؟ لا الصيف في بقى في هو الالوان الشتوي كمان اللي هو المارون والموفيت وال كل الالوان اللي هي والصيفي بقى احنا داخلين على الصيف برضو البينكات وال الاحمر انا بحب الاحمر كل الالوانات انا بحب الاحمر فاقولي الاحمر. احنا نحاول كده نملى الفراغات بطريقه بسيطه مش عايزين نخلي الحواجب تبقى اوفر تبقى هاديه كده هاديه حاجه بس نملى بس الفراغات اللي فيها بالشكل ده. بتستخدمي ايه للحواجب؟ هو لو الصبح طبعا بيبقى احسن باودر ولو هي بقى مثلا رايحه سهره تبقى الجل عشان يثبت معاها اكتر. طب اللون ده بقى اللون ده انا عايزه اعرف هو ايه اللون ده؟ بني يعني مش غامق قوي لانه مصري ما ينفعش ان احنا نحط للحواجب اسود ايا كان اغمق حاجه في الحواجب هنحط بني غامق وكل ما الشعر مثلا عندها شعرها افتح هنفتح الحواجب درجه بسيطه مع طبعا لون بشرتها. اصل اللون ده حلو قوي. هو ده اكتر لون بيمشي مع كله يعني. رقمه ايه ولا الدرجة بتاعته ايه؟ هو يعني لو عايزة اشتريه اروح اقول له انا عايزة ايه؟ عايزة ايه لو سمحت؟ عايزة درجة ميديم براون او دارك براون ديت اللي هي اغمق درجة في البراون. طيب بس انا دلوقتي بحط البيزك الشادو اللي هو اللون النود ده حلو قوي بالظبط اللي هو مبقاش فيه اوفر. ملحوظة يا جماعة نسمة اللي عاملة لي الميك اب اصلا نسمة من اجمل الميك اب ارتست يعني. يخليكي حبيبتي لو حبيت ان انا حلو ولا ايه قولولي عشان لو مش حلوه ابقى عارفه. اكيد حلوه عشان انتي اللي عاملاه. لا يعني قولولي عشان نغير في اللوكات بعد كده لو مش حلو نعمل لكم حاجه احلى يعني لو مش لايق عليا نعمل لكم حاجه احلى. بس لخبطنيش الحته دي لخبطت. حلوه كده قوي. انت حطيتي براون عليه لون تاني؟ حطيت يعني غمقت درجه بسيطه عن افتح لازم يبقى العظمه هنا لون افتح من لون الجيف من هنا. طيب بعتوا لنا رسائل على البيج ضحى الروبي ونسمه محمد هنزل لكم اسم البيج بتاعتها دلوقتي. هبتدي بقى احط الماسكارا بتاعتي. فتحي شوية. لا بصي تحت. نوع الماسكارا ده ايه؟ عادي. هي دي احسن ماسكارا. احنا فضلنا 3 دقايق في ايسنس. احنا خلاص خلصنا الماسكارا سريعة ما شاء الله. المسكرة دي نوعها بيكثف الرموش او حاجه بالظبط. نوعها ايه؟ دي ماركت ايسنس. حلو ده. خفيفه وبتدي فوليوم حلو. هتديها لي بعد الحلقه. هاخدها منك بعد الحلقه. برضه احنا مش عايزين نكتر في البلاشر قوي. خلاص احنا كده ايه فاضل الروج. جميله تسلم ايدك. برضه احنا درجات الصبح طبعا بتبقى في النوم. نود هو اصلا ايام دي هو النود احلى حاجه طبعا. احنا كده خلصنا الروج بس احنا كده. خلاص الروج كده الميك اب تنزل بيه الشغل تنزل بيه الجامعه. حلو قوي. هادي ومش ينفع مش مزعج للعين مريح على فكره. ينفع بالليل كمان ده ينفع ممكن ازود بس عليه حاجات بسيطه جدا. هينفع جليتر بقى هايلايتر ممكن الروج بحط عليه جلوس واللاشز كده خلاص بقت ممكن تحضر بيه اي مناسبه او عندها ممكن هايلايتر وجليتر هنا مثلا بالزبط. لو بالليل او في مناسبه او بالظبط كده.
خلاص احنا خلصنا خلاص. اقل من 10 دقايق. ميرسي يا نسمة، مبسوطين ان انتي كنتي معانا النهارده، ويا رب البنات تستفيد بقى من الميك اب الحلو ده، وتابعونا على البيج. طيب ميرسي ليكي.